انا صبيته لرئيس الجمهوريه لانه انا بعتبره مقصر بال بواجباته، ما عمل واجباته ليحمي الجيش وليحمي المواطن. طلبوا مني اكتب تعهد انه انا ما بقى اتعرض لشخص رئيس الجمهوريه، فانا رفضت انه اكتب التعهد لانه هي صارت قضيه سياسيه. هل التعرض لرئيس الجمهوريه على مواقع التواصل الاجتماعي يستوجب المحاكمه؟ ناطرين جوابكم، سجلوها صوت وصوره واعملوا لها ابلود على hydepark.tv/lbci. الاجوبه بتشوفوها بكره بنشره الاخبار.